كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صليح أبيض أيا نهاركم فل. الباكو فيه البارح وإن شاء الله يا ربي بنجاح للناس الكل. وراه أسمعوني معناه اللي عديتوا راه المستقبل بين يديكم، المستقبل ليكم أنتم. بون كان لقح مش مشكل ما يصيرش. تونس الرقمية قادمة بقوة، احنا مع يوسف الشاهد الحمد لله يا ربي خذينا خطوة عملاقة نحو التحول الرقمي ولينا خرجوا مضمون بالانترنت ولا حاجة مسير برشا قاعدين يجربوا مش قاعدة تختفي التو يوسف دونك ماذا بينا نشوف لنا الوعد هذا شبيه ما اختفش التو. تو الحمد لله وبحكم العيد قرب نجم يا مستمع ويا مستمعة تشري علوشك من الانترنت. ايه نادية كانت سمعت اللي فما شريكة سي بون معناها شركة اللحوم تدخل سيت اسمه اللحوم.ان في تجربة أولى وحسب نظام الدفع عند التسليم معناها تمشي انت تكماندي العلوش نتاعك من السيت هذا ويجيبوا لك حتى لدا صحيح هذا فونت اون لين ديفينيسيون تاع الفونت اون لين هذا هو معناها باهي واضح نكملوا مش مشكل ما يصيرش مش مشكل هي السوق هذه مش تكون مفتوحه للناس الكل تنجم تشري علوش على روحك مثلا تنجم تكماندي زوز علوش جوست معناها اللي ليفرور معناها تحطوهمش بحذا بعضهم معناها اللي كوموند يبداو ينطحوا دونك ماذا بيك هاوكا كل واحد وحده وتوصلهم خلينا نشوفوا ترى ما يصيرش شنو هو راي المواطنين خاطر راه شوف خلينا ناخذ الامور بجديه شويه احنا شنو هو راي المواطن في حاجه كيفك كيف باش نوريو بليته في الانترنت ولا كيفاش والله ما عنديش فكره أما أنت الفكرة كيفاش تراها الفكرة؟ العلوش سائل العلوش هو واحدة باردي هو حاجة ملزومين بها ومن استطاع إليه سبيلا قال الراجل في دين العلوش راهو كيف هو كيف ما تبدش فيه وترطل فيه وتثبت فيه وتبدأ تغزر له ويغزر لك ويضرب فيه مش كنت شري على الانترنت ما زالش كم يبعثوني في جواب مالا ما نجيش شو علوش على الانترنت كيف بشتري هو على الانترنت بالكام تفرش فيه ولا برعش نسو بشتعبل كيف والله مدام تغزل له يغزل لك في خطبة يمكن معناك يتعرف على مواطن معناه ما علوش ماش عندك باش تغزل له عادي يا علوش وكاو خيا لازم كل شيء نكبشوا فيه شجعوا الدولة شوية كتعمل حاجة وليني نشجعوها احنا اما هو راه شوف راه كل حاجة ديما في الدنيا هذية ما فيها كوتي باهي وفيها كوتي خايب والله هي فكرة باهية وخايبة أمام تقول لي أنت علاش نقول لك على حاجة سهلة برشا نحن جماعة البريفي ما عندناش وقت خويا نخدموا من 8 ل 6 وفي السيونس نيك نخدموا من 8 ل 5 وقتاش باش نمشوا للرحبة على الأقل نشريوها أونلاين في البوست كافيه فهمت مش كيما جماعة البوبليك يخرجوا ساعتين ماضي ثلاثة يختاروا على رواحهم ويمشوا يبحروا هو ما يطلع كاين هذا مسند الغنوش جماعة ربع ساعة يخدموا جماعة 8 دقائق يحكي عليهم دونك الطبوب اكيد يسمع فينا راه قاعد يحندر في الراجل هذا دونك رانا ما نعطيوش اسامي العباد يدخل معنا هو حر يحكي على يحب عليه اما ما يصيرش نكملوا معاه المواطن اعطينا هكا وجه اخر خاطر انا حسيت فما كوتي نيجاتيف في الحكايه هذه ولا انا نقول حاجه هذه تشجع على البخل مش باهي برشا عادتنا باش تمشي تضمن حل قبل نذكر بابا يهزني نمشيو نختار العلوش ونجسوه هكايا نشوفوه مليان ولا ليه نشوفوا له سنيه ارباع ولا سداس كما يقولوا نسيت والله انا بيد نسيت يا حسره برشا حاجات تعلمنا البخل كيما في الماكله تجينا في العلوش يجينا ناقص كان فهمتني يجينا ما فهمتش انا كل شيء والله ما نعرف انا ما فهميش كل شيء علينا شكون معلش جنون ثم تحذير جنون معناها كمان المغرب يعمل سيت مثلا وكيك ويحضر لك جنون والدفع بالطبيعة كي تجيك للدار معناها الحكاية وقتها تخلص معناها وهذا هو الديفينيسيون بتاع الفونتوليني بالطبيعة أما السؤال يبقى لهنا إسكو باش يشري المواطن العلوش عيد سنة ولا باش يتبرع بفلوس مثلا للدولة باش تشرينا تلقيح مثلا أما هل باش يشري وإلا لا هو الغالي هو لا عبر الانترنت ولا عبر البطاحي اللي بتاعي كما يقولوا فيها واحد كي يخلط توا على الخبز يتسمى سلكها يتسمى تقول لي عبر الانترنت انا نقول لك هو حاجه راي فوق الخيال هو ليه سافا الحمد لله رب ليش في تونس هي تحل مشاكلها الكل مهما كانت معناها حتى بيعل عليه لشوكة بعيد باش يقول لك رحبه والكل وعتا بيعد الحمد لله يا ربي احنا اللي ابهرنا العالم وان شاء الله يا ربي ما يخرجنا السيتا كامتا حجه ليني مثلا صليح أبيض